هنا بمنطقة الموحدين شمال غرب ولاية البيض بمنطقة الرقاصة، مسجد الموحدين بالكامل مبني تحت الأرض. هذا المسجد بناه العالم الرباني محمد بن بحوص سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي، كله مبني تحت الأرض على عمق 6 أمتار. هذا المسجد بناه العالم الرباني تخفيا من فرنسا بغرض تدريس القرآن الكريم واللغة العربية واللتان كانتا تحاربهما فرنسا. هذا المسجد لحد اليوم تقام فيه الصلاة وتدرس فيه التعاليم اللغة والقرآن الكريم. هذا المسجد كله حفره العالم الرباني بالفأس والقادوم، كله من الحجارة والتراب، سقفه تراب وحجارة، ولا توجد به أي مواد بناء حديثة وعصرية. هذا هو المسجد، كما أن الشيخ قسم المسجد إلى غرف وأماكن وحفر فيه بئرا حتى يموه على فرنسا ولا تكتشف أمره. هذا المسجد الآن تحفة معمارية بحاجة إلى الكثير منها من التعريف والتذكير.